السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل سوا المحاضرة التالتة في كورس Image Processing. النهاردة هناخد ايه في المحاضرة دي؟ هنتعرف على Neighborhood Operations، كنا خدنا عنها لمحة سريعة كده في المحاضرة اللي فاتت. هنعرف يعني ايه Spatial Filtering وبنعمله ازاي. هنعرف مصطلحين جدد اللي هم Correlation و Convolution وايه الفرق بينهم. بعد كده هناخد الـ Smoothing Filters، منهم نوعين Linear و Non-Linear، وهناخد الـ Sharpening Filters ونعرف ايه الفرق بين الـ First Derivative و Second Derivative Sharpening Filters. تعالوا نفتكر كده سريعا ان Neighborhood Operations كانت عبارة عن ايه. احنا المحاضرة اللي فاتت كنا شغالين الـ Point Processing، ان انا باخد كل بيكسل زي ما هي على حسب قيمتها، سواء بقى بعليها فاعمل Brightness او اقللها فزود في Darkness كده، بس كانت بيكسل لوحدها. انما في الـ Neighborhood Operations انا باخد البيكسل وباخد جيرانها معاها، اعمل عليهم كلهم ايه بروسيس معينة، والناتج بتاع البروسيس ده بيكون هو قيمة البيكسل في الصورة الجديدة بعد ما عملت عليها الاوبريشن. طيب ايه امثلة على حاجة زي كده؟ ان انا مثلا المينيمم ان انا ممكن اخد شويه مثلا 9 بيكسلز كده حوالين بعض، تمام، واصغر واحده فيهم هتساوي هي البيكسل اللي في النص دي في الصوره الجديده، او العكس الماكسيمم او الافريج، ان انا بشوف مثلا كل القيم اللي عندي واجمعهم واقسم على عددهم، فالفاليو الجديده دي بتكون هي ايه البيكسل في النص دي في الصوره الجديده. او الميديان، ان انا باخد البيكسلز دي وارتبها، زي مثلا عندي اسود رمادي 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 ابيض لحد ما اوصل الابيض خالص، واقوم واخد الميديان القيمة اللي في النص ده الميديان، شبه الافريج شوية بس بيختلف، ان هو انا هنا برتبهم واخد ايه اللي في النص بالظبط. طيب لو الموضوع مش واضح تعالوا نبص على صورة نفهم هو شغال ازاي وبيتحسب ازاي. او ده مثلا كده، دي الصورة اللي عندي الاصلية على الشمال. سي ان انا عايز احسب البيكسل دي اعرف قيمتها هتبقى بكام، ال 145 دي، فبقوم واخد اللي حواليها اجمع 128 زائد 127 زائد 123 زائد 148 زائد 145 زائد 140 زائد 183 زائد 154 زائد 133، اجمع القيم دي كلها واروح قاسم على 9 في الاخر السمشن بتاعهم، واروح قاسم على 9 في الاخر هيطلع لي 142، قيمه جديده خالص غير 9 دول، يبقى 142 اقوم حاططها في المكان ده، وهكذا في كل ايه البيكسل عندي. انا جيت مثلا عايز احسب هنا، فاروح واخدها واخد 9 اللي حواليها او 8 اللي حواليها يعني، واجمع برضو القيمه اللي تطلع لي اروح ايه حاططها في البيكسل دي. فمثلا حاجه زي الافريج 3x3 افريج، ان هو بياخد اجمالي القيم اللي في البيكسل واللي حواليها ويقسم على عددهم، ده بيعمل لي حاجه زي البلر او صوره مهزوزه كده، ان هو خلاص بيسيح الالوان في بعضها. طيب انا ايه اللي بيأثر بقى عندي في الفلتر او ايه الكاركترستكس بتاعت كل فلتر؟ حاجتين، الاوبريشن نفسها اللي بتحصل، الفلتر ده بيعمل ايه او الماسك او كده، والويتس بتاعته، او النيبرهود سايز. انا لو خدت البيكسل، لو خدت واحده من كل جنب اللي هما بقى 9 9، غير لو خدت البيكسل ورحت مزود صف كمان مثلا حواليها، فبقى عندي ايه 2 نيبرز في كل اتجاه، غير لو ثلاثة، وهكذا. فدول الحاجتين اللي بيأثروا عليا في ايه في الفلتر بتاعي، نوع الفلتر نفسه والسايز بتاع النيبرهود اللي انا هطبق بيهم الفلتر ده. عندنا بقى طريقتين، دول البيزك بروسيسز اللي احنا بنشتغل بيهم، الكونفولوشن والكورليشن. الكورليشن بيعرف لي الديبندنسيز ما بين اتنين سيجنال. الكونفولوشن هو اللي بيستخدم غالبا، ان هو دوت اللي بيستخدم عشان يقدر يفلتر سيجنال، تمام. لو انا عندي مثلا ايه سيجنال عاديه كده دوت، فبستخدم الكونفولوشن عشان اطبق عليها فلتر معين يعمل لها سموذنج مثلا او انهانسمنت او وات ايفر. الكورليشن بستخدمه عشان اعرف لو انا عندي سيجنال معينه وسيجنال تانية، اكون عارف ايه مدى التطابق اللي ما بين التو سيجنالز دول. الاثنين شغالين عن السام اوف برودكتس بتوين تو سيجنالز، يعني بقوم اخد القيمه دي والقيمه اللي قصادها واضربهم في بعض، زائد القيمه دي القيمه اللي قصادها زائد القيمه دي فالقيمه اللي قصادها زائد. فالاثنين شغالين بايه؟ السام اوف برودكتس بتوين تو سيجنالز. امال ايه الفرق بقى؟ الفرق ان انا الكروس كوليشن هو ان انا باخد كل حاجه في اللي قصادها مباشره واروح اعملهم، اما في الكونفولوشن انا بشقلب الجي في الاول، فبالتالي بيطلع لي في الاخر ايه المحصله، هي معكوس الكروس كوليشن، ان انا عكست حاجه فيهم، تمام. ده مثال كده لو حبينا نمشي عليه، ان انا في الكوريليشن انا بروح واخد الصوره الاصليه بتاعتي اهي والفلتر اللي عندي او الحاجه التانية اللي هضربها فيها، وافضل امشيها كده عليها بالترتيب واضرب دي في دي، وبعدين اقوم محركها، فيبقى عندي التمانية هي اللي هنا والاثنين هنا، واضرب ده في ده وزائد ده في ده، وهكذا. اما في الكونفولوشن لو خدتوا بالكم انا اللي عندي الفلتر عكسته، بدل ما هو 1 2 3 2 8 بقى 8 2 3 2 1، تمام، لكن الصوره اللي عندي هي هي. وبفضل برضو بحركه كده اهوت عادي واحده واحده لحد ما يطلع لي الناتج في الاخر. لو تبصينا بقى الناتج في الاخر هلاقي ان انا عندي هنا 8 2 3 2 1، هنا 8 2 3 2 1، نفس الارقام ولكن معكوسه. فزي ما بنقول ان في الروتين في الكونفولوشن انا بكون ايه بعكسه 180 درجه في الاول.
وبرضه زيادة توضيح ان انا لو انا دي الاوريجينال بيكسلز اللي عندي في الصورة اللي هي اللي انا واقف عليها اصلا، وده الفلتر بتاعي، فالناتج هيكون ان انا خدت الايه في الار زائد البي في الاس، البي في الاس زائد السي في التي، زائد بقى كل التسع القيم اللي عندي لحد في الاخر اعرف ايه واجمعهم على بعض. طبعا يعني في الاخر يوصل لي في الاخر القيمه الجديده اللي انا ايه هقوم حاططها مكانها في الصوره. امال في الكونفولوشن ايه اللي بيحصل؟ في الكونفولوشن انا بلف الفلتر بتاعي 180 درجه، فبالتالي الار بتيجي هي اللي هنا والزد تطلع هي اللي هنا، فبالتالي لما اجي اخد الاي مش هضربها في الار، لا انا هضربها في الزد، فلاقي عندي ان انا الاي والزد. طب البي هقوم ضاربها في الواي، فايه يبقى عندي الواي في البي، وهكذا في كل القيم برضو زي ما انا في الكورليشن بالظبط، ولكن الفرق ان انا في الاول بايه بروتيت الفلتر ب 180 درجه. تمام. طيب ايه الحاله اللي انا محتاجش فيها احرك الفلتر او الفه؟ يعني لو الفلتر اصلا سيمتريك، زي مثلا هو كان ار اس تي وهنا كان عندي ار، هنا كان عندي اس برضه، فلما الفه هيفضل عندي هنا ار هيفضل عندي هنا اس. فلو كان اهو انلس ماسك سيمتريك، لو ماسك سيمتريك فساعتها مش بيفرق معايا في حاجه ان انا الفه، وغالبا دي الكيس في 99% من الفلترز اللي في الايمج اللي هم ال 2 دي سيجنالز، ما بحتاجش فعلا ان انا الف الفلتر في الاول لان بيطلع لي هو هو في الاخر، ولكن البيزك كونفولوشن في العادي لازم الف فيه الفلتر بتاعي. تمام. الموفينج ويندو باختصار ان هو بيقول لك ان انا بمسك اللي هو الويندو بتاعي اللي هو تحت الثلاثه مثلا حسب عدد النيبرز، خلصته بقوم محركه ايه واحده لليمين، خلصته بروح محركه واحده كمان لليمين، بفضل احرك الويندو بتاعي ده بقى كده ايه لغايه ما اوصل لاخر الصف، اروح نازل ورايح للصف اللي بعديه وامشي برده ايه لحد اخر الصف وهكذا. ادي الموفينج ويندو ترانسفورم يعني. طيب بيظهر لي مشكله جديده، لو انا واقف على الحرف وانا برضو بتاعي 3 في 3 هلاقي ان انا البيكسل اهي تمام، لكن في حاجات ايه طارت بره كده، فدي اعمل بيها ايه؟ قدامي اكتر من اوبشن، يا اما افكس لهم خالص، هعتبر ان انا طبعا نفتكر الصوره كده كانت عامله ازاي. تمام. كانت الاي هنا كده اهو، يا اما هقميت خالص هفكس للي بره دول، اعتبر ان الفلتر بتاعي كان 2 في 2 ده بس كده. تمام. وهندل يعني ان انا لو في الكود بتاعي لو عندي حاجه بره ايه بزود لها اكسترا كود وافكس لها الحبه اللي بره دول، يا اما بعمل بادنج باجي على الصوره نفسها اعمل لها ايه اضيف ايه بوردر كده بره كله مثلا ابيض او كله اسود او حاجه تاني. تمام. ريبليكيت بوردر بيكسلز، ان انا والله بيكسل لازم فيها 2 احط 2، دي فيها 3 احط 3، دي فيها 4 احط 4، بكرر البوردر بتاعي ايه بيكسل او 2 لبره عشان ما يبقاش بفكس الحاجه في الفلتر يعني. وممكن بعد ما ريبليكيت البوردر بيكسلز واخلص كل ده اعمل بقى ترانكيت الايمج، ان انا اشيل بقى الحاجات اللي ضفتها في الاول دي بحيث ايه يفضل لي الصوره الاصليه اللي انا كنت عايزها في الاخر، او ان انا بعمل حاجه اسمها بيكسلز راب. يعني ايه بيكسلز راب؟ يعني ان انا لو اخر الصوره عندي هنا كان في مثلا 3 7 2 هقوم واخد البيكسلز دي واديها الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين دي قصادها ايه 3، 3 قصادها 7، والاربعه قصادها 2، بدل ما اكرر نفس البيكسل جنبها على طول، لا انا اكني لفيت الصوره بقت كلها ايه حلقه واحده كده. تمام. فزي ما متوقع بيقول لك ان فعلا بتعمل حاجات غريبه في الاخر، فغالبا مش مستعمل كتير اخر حاجه دي. هنا بيورينا لو انا دي الاوريجينال ايمج عندي، لو انا عملت زيرو بادنج يعني ما عملتش بادنج خالص هيطلع لي دي النتيجه، لو انا كررت نفس البيكسلز بتاعت الايدج يعني مثلا هنا حطيت ابيض فوق وهنا حطيت اسود وهنا حطيت اسود وكده، ده الشكل اللي بيطلع لي. وهنا لو عملت رابنج فخدت الاسود من هنا ورحت حاطه هنا، خدت الابيض من هنا ورحت حاطه هنا، وخدت الاسود اللي في هنا ورحت حاطه فوق تحت، بيوريك يعني شكل الاوتبوت المختلف في الثلاث حالات دول. طيب عشان اعمل ماسك، انا دلوقتي عايز اعمل ماسك خاص بيا او فلتر خاص بيا، اعمله ازاي؟ قال لك انت ايه عايز تعمل ام اف ان لينير سبيشال فلتر، يعني مثلا 3 في 3. تمام. بيقول لك انت لازم يكون عندك ام ان ماسك كوفيشنتس، يعني 9 ماسك كوفيشنتس. يعني انا دلوقتي مثلا هعمل ماسك اهو، فبيقول لك حلو، فمثلا دلوقتي انا عندي الصوره الاصليه بتاعتي ايا كانت بقى القيم اللي جواها، وانا واقف على حته معينه فيها وايه وهاخد القيم واضربها في القيم المساويه هنا، فانا محتاج اعرف بقى ايه القيم اللي عندي هنا صح. فبيقول لك ايه ان انت محتاج ام ان ماسك كوفيشنتس اللي هي الارقام اللي انا هحطها هنا عشان اعرف اضرب الصوره ايه في كام. تمام. طيب بحدد الارقام دي بناء على ايه؟ بناء على انا عايز اعمل ايه اصلا بالماسك ده. قد اكون عايز اعمل سموثينج او بلر، عايز اسيح الصوره، انا احتاج اصلا اسيح ليه او اعمل سموثينج ليه؟
عشان اعمل بليرنج للصوره زي ما قلنا، عندي شويه نويز مثلا فعايز اشيلها، ممكن يكون عايز اشيل شويه تفاصيل مش فارقه معايا في الصوره، وممكن انا يكون عندي مشاكل في الصوره او فروقات بسيطه ما بين اجزاء في الصوره، فاعمل ايه بريدجنج للسمول جابس. بريدجنج جابس زي ايه؟ زي حاجه زي كده، ان انا مثلا الاقي ان انا في الصوره عندي نقط بيضاء صغيره كده ما بين الحروف او ما بين اجزاء الحرف نفسه وبعضه يعني، فبعمل بليرنج بيسيح الصوره اكتر في الحرف، بيبان ان هو ايه حرف كامل كده. اكزامبل تاني، لما يبقى عندي فولس كونتورز، لما كنا مثلا بنقول ان انا عملت كوانتايزيشن بعدد ليفلز اقل زي اللي هي 8 دي مثلا، لما انا بعمل بليرنج بقى انا اكني بطلع لفوق شويه، ان انا بقدر اسيح الدرجتين دول في بعض، ما بقاش باين ايه الفروقات او الخطوط الشديده اللي ما بين درجات الالوان وبعضها دي. فالموست بيزك فلتر عندي في الموضوع ده اللي هو الافريج فلتر، ان انا والله عندي 9، فانا عايز 9 قيمه كل واحد فيهم، لان ان انا جمعت 9 وفي الاخر خدت ناتج الجمع ده وقسمته على 9، صح؟ فاكني ضفت 1/9 في كل حاجه من اللي جوه. فدي ده البيزك خالص، ان انا 1/9 فيهم كلهم بس. فانا في الاخر النتيجه بتاعتي هتبقى افريج اول بيكسلز ان ذا نيبرهود، وبنسميه برضو دوت اللو باس فلتر. طيب ليه لو باس فلتر؟ عشان انا لو كان عندي مثلا في النص دي قيمه عاليه جدا، فايه انا هاخد 9، فهو بيقوم فعلا بينزلها جامد جدا، فدوت ايه اللو باس فلتر. ممكن عندي حاجه تانية اسمها الويتد افريج. الويت الافرج دوت هو بيزود الويت بتاع بيكسلز معينه، يقول لك مثلا لا البيكسلز في النص اديها 4 اوزان، اللي جنبها على طول اديهم 2، واللي على الاطراف كلهم اديهم 1، دول مش فارقين معايا فاديهم ويت قليل يعني. فده بنسميه الويتد افرج. وطبعا طبعا طبعا لازم الارقام اللي فوق دي كلها تادب في الاخر للرقم اللي تحت، عشان يبقى في الاخر مجموع الحاجات دي كلها ايه ب1، تمام؟ ما ينفعش اكتر ولا اقل. هو هنا بيقول لك ان البيكسلز كلوزر تو ذا سنترال ار مور امبورتنت، تمام؟ عشان كده بدي اللي في النص 4، اللي حواليه 2 اللي بره خالص دول ايه 1. دول مثلا كان صورتين عندي، تعالوا نطبق عليهم افريجنج فلتر 1/9، هنلاقي ان انا ايه عمل بلرنج، بس بلرنج خفيف لسه شايف وقادر اميز ما بين الحاجات اللي عندي. لو عمل 5/5 البلرنج زاد، 9/9 البلرنج زاد اكتر، 17/17 زاد جدا جدا جدا. طبعا نستنتج من دوت ان انا كل لما زودت النيبرز كل ما قوة الافكت زادت عندي، هو بيعمل بليرنج اكتر او ايا كان هو بيعمل ايه، بيزود في قوة الافكت عندي يعني. حاجة مثلا عندي زي كده، ان انا لو انا عايز اديتكت النجوم مثلا اللي في الصورة عندي او المجرات، فانا في الصورة الاصلية بتاعتي عندي نقط بيضاء كتير جدا مش فارقة معايا، فانا ممكن اعملها بلير، فاروح مسيح كل النقط البيضاء الصغيرة، مش هيتبقى لي عندي غير النقط الكبيرة دي هي الايه ديتكتبل بالنسبة لي. لما اجي اعمل بقى ثريشولد في كلين زي المحاضره اللي فاتت، ما يظهرليش ساعتها هنا بقى ايه غير الحاجات الكبيره فعلا، المجرات الكبيره، مش مجرد نجوم صغيره كده ايه عشوائيه في الصوره عندي. طيب الافريج فلتر دوت كان بيعمل ايه؟ كان لينير، كان بيمشي كده عادي على كل البيكسلز ويدي كل واحد فيهم قيمه معينه ويجمعهم وفي الاخر يعمل اوبريشن ويعملها. عندي فلترز نون لينير زي ايه؟ زي المينيمم والماكسيمم والميديان. مفيش ايكويشن معينه اقدر اقول له ايه خد الاولاني مثلا، لو انا اهو لو عندي فلتر كده 3 في 3، ما اقدرش احط كوفيشنز معينه واقول له ايه اعملهم كده وانا ضامن ان هيطلع لك الماكسيمم فيهم، فده بيسميه نون لينير، اللي هو بتعتمد على الاوردر او الرانكينج بتاع البيكسلز، ويا اما ايه في المينيمم مثلا اخد اصغر حاجه اللي كانت في الاول او اكبر حاجه اللي كانت في الاخر او ميديان اللي هي اللي في النص. فدول نون لينير فلترز، ان هم بيعتمدوا على الاوردر او الرانك بتاع البيكسلز اللي عندي قبل ما اختار منهم. الميديان هو نفس الكلام، ان هو بيصورت البيكسلز وبعدين يعرف الميديان بتاعهم فين ويقصين دوت للسنتر بيكسل في الصوره الجديده. بيعمل ايه دوت؟ بقدر اتخلص بيه من الاوتلايرز اللي عندي. لو انا عندي مثلا ايه حاجه زي كده اللي بنسميها السلطان بيبر نويز، انا عندي اللي هي نقط سودا كتير ونقط بيضا كتير، لو انا طبقت فلتر عادي او اللي هو الافريج فلتر العادي، هلاقي ان هي ساحت شويه ولكن لسه واضحه بالنسبه لي. اما لو طبقت الميديان فلتر فانا ساعتها بتخلص منها تماما. ليه؟ لان انا لما اجي اقف على 3 في 3 مثلا، حلو، وانا عندي كل القيم بتاعتي بتاعت الصوره الاصليه عادي، لكن عندي مثلا دي فيها نويز اللي هي زيرو سودا جدا، وحاجه هنا فيها 255 برضو بيضه جدا، لما اجي ارتبهم هلاقي ان الزيرو هنا و255 هنا وفي النص قيم عاديه اللي خاصه بالصوره بتاعتي، فدايما هاخد اللي في النص وهيفكس للقيم الشديده جدا دي، فبالتالي بتخلص من كل الاسود ومن كل الابيض العشوائي. اما لو انا مثلا ايه في ريجن زي دي كده، حلو، فانا اوريدي الحته اللي انا واقف فيها هي كلها 255 كلها بيضة، فساعتها دي الحل الوحيدة اللي هتطلع لي فيها ابيض لو الريجن كله كان ايه كان ابيض. ده توضيحا بس ليه الميديوم فلتر بينفع اكتر من الافرينج فلتر لما اجي اتعامل مع السولت اند بيبر نويز، تمام. انا برضو نبص على الصور من قريب، دي الصورة الاوريجينال بتاعتي، دي لما عملت الافرج ساحت شوية بس ستيل برضو الصورة نويزي جدا، اما لما باجي اطبق الميديان
بلاقي ان هو اتخلص من اكبر كميه ممكنه من السولت اند بيبر نويز دي ورجع لي الصوره اصلها. عكس السموثينج والبلورنج عندي الشاربينج والايدج ديتكتورز. انا هنا كنت بسيح الايدجز بسيح التفاصيل، انا هنا عايز ابرز التفاصيل دلوقتي زي ما لسه قايلين اهوت ان انا هنا انا عايز بقى هنا اهايلايت الترانزيشنز اللي عندي، فبهايلايت الايدجز. ان انا مثلا كنت ماشي عادي جدا في الباك جراوند كلها نفس القيمه اسود، فجاه طلعت لقيت ابيض في اوبجكت معين ظهر يعني، فانا عايز بقى اهايلايت الحته دي، التغيير اللي حصل فجاه ده. ممكن يكون عندي صوره مثلا بلرد، فانا عايز اشيل البلرنس اللي فيها دي، فانا عايز انهانس الديتيلز بتاعتها. طيب انا ايه الحاجه عندي اللي بتقيس معدل التغير ده؟ زي ما احنا عارفين من الكالكولس الدريفيتيفز بشكل عام هي اللي بتقيس لي ايه المعدل التغير دوت. وانا هنا في الايمج بروسيسنج انا مش محتاج اكتر من الفيرست او السكند دريفيتيف، كفايه جدا بالنسبه لي، مش محتاج ان انا اعقد الموضوع اكتر يعني. طيب الفيرست دريفيتيف ايه الايكويشن بتاعته؟ الايكويشن بتاعته بكل بساطه هي اف اوف اكس بلس 1 ماينس اف اوف اكس. شوف انا واقف فين، هات القيمه اللي بعديه وطرحها من القيمه اللي انا واقف عليها اصلا. تمام، يعني مثلا تعالوا ناخد الخط دوت اللي هو اي بي، انا كنت بادئ اصلا من القيمه الرمادي، حلو هي دي كده، وبعدين قعدت اغمق 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 لحد ما وصلت لهنا كده. تمام، فضلت كتير جدا في الاسود اللي هو لحد هنا، فجاه طلعت عشان كان عندي هنا نقطه بيضاء، ممكن ما تبقاش باينه في الفيديو بس في نقطه بيضاء هنا، فطلعت فجاه ورحت نازل فجاه عشان هي نقطه، وبعدين فضلت في الاسود اهو، بعدين جاي حاجه رمادي برضو في النص اللي هو الخط ده، فطلعت الخط خلص فنزلت تاني فضلت في الاسود، وبعدين دخلت على الابيض او الرمادي دوت فايه، فواحد طلعت وفضلت في الرمادي لحد اخر الصوره. فهو ده بقى اللي بيقيس لي معدلات ايه التغير اللي في الصوره. هلاقي مثلا ان انا ايه في الرامب هنا في تغير، هنا كان في تغير، هنا كان في تغير، وهنا في الستيب كان في تغير. تمام، امال في السكند ديريفيتيف ايه الايكويشن بتاعته؟ من غير برضه ما نخش في مات كتير ممكن اعرفها كده على طول، ان انا باخد اللي بعديه واللي قبليه واطرح نفسي مرتين. هيقول لك ان هو سيمبلي takes into account the values both before and after. هنا دي الافتر ودي البيفور ودي الكرنت فاليو بتاعتي. ده برضو جراف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه بيوريك ده الفيرست ديريفيتيف وده السكند ديريفيتيف، الجراف بتاعهم مقارنه بالصوره الاصليه اللي عندي ايه بشكل عامل ازاي يعني. فمن الجرافز دي هو استنتج ان السكند ديريفيتيف بيكون يوسفول اكتر بالنسبه لي في الايمج انهانسمنت ذان الفيرست ديريفيتيف. ليه؟ عشان هو بي عنده سترونجر ريسبونس لفاين ديتيلز، زائد بيكون الامبلمنتيشن بتاعه ايه اسهل بالنسبه لي ككود. فالسكند ديريفيتيف عندي بحسبه بحاجه اسمها اللابلاسيان اللي هي الايكويشن دي. في الاكس دايركشن بيكون عباره عن اف اكس بلس 1 واي واف اكس ماينس 1 واي وماينس 2 اف اكس واي اللي انا واقف عليها اصلا، حلو. في الواي دايركشن بيكون نفس الكلام، هنا واي بلس 1 وهنا واي ماينس 1 وهنا ماينس 2 اف اكس واي. ف باختصار يعني لما بنجمع كل ده على بعضه بيطلع لي الايكويشن دي. طيب انا ايه الفلتر بقى اللي انا اقدر لما اعمله يطلع لي القيمه دي؟ تعالوا كده نرسمه اكس واي اللي هي اللي انا واقف عليها اصلا قيمتها كام؟ نيجاتيف 4، فنيجاتيف 4 هنا، وبعدين اكس بلس 1 واكس ماينس 1 يعني اللي بعديه واللي قبليه والاثنين بواحد، واي بلس 1 واي ماينس 1 يعني اللي فوقيه واللي تحتيه والاثنين بواحد برضو، الباقيين كلهم مش موجودين فيبقوا ايه بصفار. الفلتر اللي احنا استنتجناه ده هو ده كده ايه السكند ديريفيتيف او اللابلاسيان فلتر اللي بعمله اهو. في الفلتر اللي بعدها فعلا نيجاتيف 4 في النص وحايد في اللي جنبها وصفار في اللي في الاطراف بره خالص اللي هو كورنرز يعني. دي نتيجه الفلتر اللي تحصل لو انا دي الاوريجينال ايمج بتاعتي. بعد ما بعمل الفلتر هلاقي ان انا الصوره بقت كلها سودة ما عدا الايدجز. هتلاقي مثلا هنا الكيرف بتاع القمر ده وشويه حاجات من الايه اللي في النص او الحفر اللي على القمر برضو ظهرت بالنسبه لي. طيب انا بقى اصلا لو عايز ابرز الحاجات دي في الصوره، انا مش عايز اكستراكتها، انا عايز ابرزها، بساعتها بروح واخد الايمج بتاعتي واطرح منها اللابلاسيان فلتر ايمج دي اللي انا لسه جايبها، بيقوم طالع لي الشاربند ايمج. حلو، طيب هل يا ترى في طريقه ان انا اقدر اعمل الخطوتين دول مع بعض من غير ما اقعد احسب حاجه واطرح حاجه وبتاع في خطوه واحده كده؟ قال لك اه اهو، هو انا بيقول لك اهوت الانتاير انهانسمنت بروسيس كان بي كومبايند انتو سنجل فلترنج اوبريشن. بدل ما باخد البيكسل نفسها واطرح منها الكلام ده كله، تعالوا ندخل كان نيجاتيف ده جوه، هلاقي ان انا نيجاتيف 4 بقت بوزيتيف 4، زودت عليها واحده كمان فبقت 5. فانا بدل ما كان عندي نيجاتيف 4 وحايد والباقي بصفار، انا الفلتر الجديد هيبقى عندي 5 في النص ونيجاتيف 1 في اللي جنبه والباقي بصفار. هنبص كده السلايد اللي بعدها، فعلا عندي في النص 5 الجناب نيجاتيف 1 واللي كورنرز بصفار. ده اوتوماتيك بيحسب الايدج ديتكشن، بيعمل ايدج ديتكشن ويطرحه من الصوره فيعمل شاربنج للصوره على طول. فنقدر ثانيه نرجع لورا كده نقول ان انا لو انا عندي نيجاتيف 4 في النص ده كده ايدج،
اما لو عندي 5 في النص ده كده شاربن بيكومباين الاثنين مع بعض. وبرضو بيكون عندي شويه فاريانس من الفلتر دوت، ان انا مثلا بدل ما هو بحط نيجاتيف 4 في النص وواحد فوق وتحته وبعده وقبله والاصفار، ممكن لا بيزود وحيد كمان في الجوانب تمام، وقصاد الاربعه وحيد اللي ضافهم دول بيطرحهم من البيكسل اللي في النص دوت، بيديله ايه قوه اكتر، بيبرز التفاصيل اكتر يعني. ممكن مثلا في الشاربنج بدل ما كان عندي 5 هنا وصفار على الجناب، لا حتى برضه نيجاتيف 1 على الكورنرز تمام، وقصاد الاربعه النيجاتيف 1 دول حط 4 بوزيتيف 1 كمان على 5، فبقت ايه 9. شويه فالانس. المهم ان انت لما بتضيف حاجه بترجع تعدل تعملها بالانسنج في النص بحيث تبقى محصله في الاخر عندك بزيرو. طيب احنا كده اشتغلنا على السكند ديريفيتيف، المره الفيرست ديريفيتيف بيعمل ايه؟ بعد شويه الماث دول يعني عشان من غير ما نخش في الموضوع بالتعقيد يعني، بنستنتج ان الفيرست ديريفيتيف هو بيقدر يديتكت الايدجز بالنسبه لي. طب بيعمل لها ديتكتنج ازاي؟ عن طريق ان هو بياخد الثيرد رو ماينس الفيرست رو دوت في الاكس دايركشن، او ان هو بياخد الثيرد كولوم ماينس الفيرست كولوم ده كده بيكون في الواي دايركشن. يعني لو عملناها كفلتر هلاقي ان انا عندي هنا يا اما بياخد الثيرد كولوم ويطرحه فيبقى ماينس 1 الفيرست كولوم، يا اما بياخد الثيرد رو ويطرحه فيبقى ماينس 1 من الفيرست كولوم. دول كده بنسميها البير ويت ماسكس. ولو في النص ما كانش واحد كان اتنينات ده ساعتها بيكون اسمه السوبر اوبريتورز. الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بس فكرة ان البير ويت دوت بيكون 1 1 1، اما السوبر بيكون 1 2 1. طبعا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف تمام. لما باجي بقى اعمل فلتر للصوره نفسها، انا مش عايز لا الاكس بس ولا الواي بس، فانا بفلتر ده وفلتر بده وبعدين اجمع الاثنين ايه مع بعض. او زي ما احنا لسه قايلين ان السوبر فلترز او الفيرست ديريفيتيفز بيستعملوا للايدج ديتكشن، فلو دخلت له مثلا صوره زي كده هو في الاخر بعد ما يطبق الفلتر مش هيديتكت غير ايه الدايره اللي عندي في النص دي، اي تفاصيل اي الوان اي حاجه تانية مش فارقه معاه، هو بس بيعمل ايدج ديتكشن. ادي الصوره اللي عندي لما جيت عملت عليها الهوريزونتال جريدينت كومبوننت فجاب لي الخطوط كلها ايه الافقيه دي، لما جيت اعمل فيرتيكال جاب لي الخطوط الافقيه، بجمع الاثنين مع بعض بيوصل لي الصوره دي، فبايه بيكومباين الاثنين مع بعض فيقدر يجيب لي الهوريزونتال والفيرتيكال جريدينتس بتاعتي. دي برضه صوره اينشتاين، لما جيت اعمل فيرتيكال هتلاقي ان الخطوط هنا اغلبها راسيه كده، انما جيت اعمل في هوريزونتال هتلاقي ان الخطوط اغلبها ايه الخطوط الافقيه هو اللي عملها ديتكشن. لما بجمعهم مع بعض بيطلع لي الصوره الايدجز كلها متجمعه مع بعض يعني. هنا بس كان بيقارن سريعا ما بين الفيرست والسكند دريفتيف، بيقول ان الفيرست اوردر دريفتيف جنرالي بيبروديوس ثيكر ايدجز تمام، اما في السكند اوردر دريفتيف ده بيبقى عنده سترونجر ريسبونس للفاين ديتيلز الديتيلز الصغيره، فبيعرف يبروديوس ايه ثين لاينز. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده. قبل ما اختم بس ايه عندنا سؤال صغير هنا بيقول لي لو انا عندي الصورتين دول لو عملت الاثنين بلر بال 3 باي 3 افرنجنج ماسك، هل الهيستوجرام هيطلع لي ايكوال في الاخر؟ يعني هنا عندي نفس كميه الابيض ونفس كميه الاسود في الصورتين، هل الهيستوجرام في الاخر بعد ما اعمل افرنجنج ماسك هيطلعوا زي بعض ولا لا؟ فكروا فيها كده 5 ثواني وبعدين هقول لكم الحل. النتيجة ان لا مش هيطلعوا زي بعض. طب ليه؟ لما انا اصلا عندي نفس القيمة ونفس عدد الاسود هنا ونفس عدد الابيض هنا، هم قد يكونوا فعلا قبل ما اطبق الفلتر زي بعض، اما في الاخر ايه اللي هيحصل؟ انا هنا عندي الايدج الوحيدة دي بس هي اللي هتسيح صح، فدرجات الرمادي الجديدة هتكون موجودة على الخط ده بس او الشريحة دي بس، اما في الصورة التانية انا هتبقى عندي هنا وهنا وهنا او يعني بالطول ده كله وهنا برضو وهنا برضو وهنا، انا هنا عندي ايدجز كتير جدا، فدرجات الرمادي اللي هتطلع لي هتبقى ايه الفريكوينس بتاعتها اكتر بكتير جدا. فسي مثلا ان انا في الصوره هنا لو كان الهيستوجرام بتاعي في الاصل ابيض قوي واسود قوي مفيش في النص، بعد ما اعمل الفلتر بتاعي هيكون انت عندي ابيض ودرجات الرمادي خفيفه قوي كده وبعدين ايه ابيض. اما في الصوره اللي على اليمين فانا درجات الرمادي مش هلاقيها حاجات في سفيس كده، لا هلاقي درجات الرمادي عندي ايه كتيره جدا في النص، لان انا الفريكوينس بتاعتها هنا هتكون اعلى بكتير لان انا عندي ايدجز اكتر من الصوره الاصليه. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.